بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهاردة دروس C++. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة في الفاريابلز، حاجة اسمها البوليان فاريابل. احنا كنا اتكلمنا عنه سريعا كده في الدروس اللي في الاول، وقلنا ان البوليان دوت عبارة عن حاجة بتاخد يا يا لا، يا يس يا نو، يا ترو يا فولس، يا وان يا زيرو. تمام. طب البوليان ده بيتعرف ازاي عندي في اللغة؟ بعرفه بكلمة بول وبديله اسم. البوليان دوت ناتج عن مقارنة ان الحاجة دي اتنفذت او ما اتنفذتش. زي مثلا كده، انا عملت سويتش اون للموبايل ولا لا، يا اما عملت سويتش اون يا اوف، يا اون يا اوف، يا واحد يا زيرو. الاون بلغة الكمبيوتر يعني وان او ترو، الاوف بلغة الكمبيوتر يعني زيرو او فولس. طيب ازاي ابدأ احط قيمة جوه البوليان فاريابل؟ اكيد مش هيشيل خمسة وتلاتة والارقام دي، مع ان انا لو حطيت له ارقام عادية هيعتبرها بترو فولس. يعني لو قلت له كده اكس اكس بتساوي تلاتة، وجيت هنا قلت له سي اوت للاكس وهعمل اهو ران، هيطلع لي بكام؟ بواحد، مع ان انا حاطط الاكس بكام؟ بتلاتة. الحالة الوحيدة اللي الاكس عندي هتطلع لي بزيرو ان انا بقى هتطلع ايه؟ زيرو. في الحالة دي هي ايه؟ فولس. طيب غير كده انا ببدأ احط لها حاجة اسمها conditional statement. يعني ايه conditional statement؟ جملة شرطية، جملة فيها شرط. طب ايه الشروط اللي ممكن نعملها عندنا في C++؟ الكونديشنز اللي ممكن نعملها عندنا في C++ ان انا اقارن حاجتين في بعض، اقول له مثلا X اكبر من Y، اقدر اجي اقول له X اقل من Y، X اكبر من او يساوي Y، X اقل من او تساوي Y، X تساوي واي. يعني ايه تساوي؟ تساوي معناها اكس بتساوي واي ولا لا. طب انا ليه ما حطيتش يساوي واحده وحطيت اتنين يساوي؟ لو حطيت يساوي واحده هبقى بعمل ايه؟ بحط القيمه بتاعه الاكس سوري الواي جوه الاكس، كاني بقول له اكس بتساوي 3. في الحاله دي انا بعمل ايه؟ بحط في الاكس 3. انما لما اقول له اكس يساوي 3، انا بقول له قارن لي الاكس بال 3. طيب في عندي بعد كده اكس not equal y، x لا تساوي y. النوت ايكوال معناها لا تساوي، دي تعتبر مش conditional قوي، هي تعتبر حاجه اسمها logical. ان انا بقول له لا تساوي ديت حاجه logical شويه، مش يعني حاجه منطقيه اكتر من ان هي حاجه شرطيه، ان انا بقول له ان الحاجه دي ما بتساويش دي. طب نبدا نستخدم ده في البول. انا عايزه اقول له x بتساوي 5 اقل من 3 او اقل من 4 زي ما اتكتب. في الحالة دي امتى الاكس هتبقى بواحد وامتى هتبقى بزيرو؟ هتبقى بواحد طول ما انا قايل ان الخمسة اقل من الاربعة ولا لا؟ لا، عمرها ما هتبقى بواحد، دايما هتبقى بزيرو. طبعا تبقى بواحد لو انا قلبت العلامة دي كده، قلت له خمسة اكبر من اربعة. نجرب نشغل دلوقتي، طلعت لي واحد. لو عملنا عكسنا العلامة وعملنا تشغيل مرة تانية هيطلع لي زيرو. طب هو انا لازم اعرضها بالواحد والزيرو والكلام ده؟ لا، انا ممكن كده اجي اقول له العمليه دي بشكل تاني عشان يعرض لي اللي انا عايزه. اقول له كده خمسة، او اقول له اكس نقطتين فوق بعض سي اوت اكس بدل اكس سي اوت ترو، وهحط نقطتين فوق بعض. طبعا انا عشان نسيت الدبل كوتس دولت، واحط نقطتين فوق بعض كمان وهقول له سي اوت فولس. بس انا هنا مش هحط نقطتين فوق بعض، هحط علامة استفهام وهعمل تشغيل، طلع لي هنا ايه؟ فولس. طبعا مفيش اند لاين انا حطيتها، فعلشان كده ما طلعليش جنبها حاجة. انا هنا معنى الجملة دي ايه، او ايه الجملة دي عبارة عن ايه؟ دي conditional statement كاملة بتستخدم boolean expression، بيشوف لي الاكس ديت، لو الاكس دي ترو بيطلع لي الناتج الاولاني، لو الاكس فولس بيطلع لي التاني. بفصل بينهم هما الاتنين الناتج الاولاني والتاني بعلامة مين؟ نقطتين فوق بعض دول. يبقى انا بسأله هنا لو الاكس دي، لو الاكس دي ترو اعمل لي كذا، غير كده اعمل لي حاجة تانية. تمام. طيب هنستخدمها لحاجة تانية. انا هقول الاكس بتاعتي بتلاتة والواي بتساوي أربعة،
وهقول له سي ان لحاجة اسمها الصم. بس هاجي هنا هعرف الصم دي نوعها، طبعا انا معرف ده بقوله ده غلط، هعرف دول انت اكس وواي وصم. انا عايز اخلي اليوزر يدخل لي كلمة صم دي بكام. في حالة ان اليوزر دخل لي المجموع بتاع اكس وواي صح، يعني ان هو دخل لي مجموع اكس وواي بطريقة صحيحة، هقول له انت اجابتك صحيحة. غير كده هقول له انت اجابتك غلط. ايه الشرط اللي انا هحطه؟ هقول له هنا الصم بتاعي يساوي مين؟ اكس زائد واي. لو المجموع بتاعي بيساوي اكس زائد واي طلع لي ترو، غير كده طلع لي فولس. طب نجرب نشغل دلوقتي، هقول له 6 طلع لي فولس. طب نجرب نشغل تاني، هقول له 7 طلع لي ترو. اي حاجه هدخلها غير ال7 هيطلع لي ايرور. تمام. طيب دي كده الكونديشنال ستيتمنت. في عندي بقى حاجه تانية ممكن اعملها على الكونديشنال ستيتمنت. افرض ان انا عايزه اطلع حاجه معينه، مثلا تبقى زي مجموعه شروط، وبقول ان لازم ينطبق فيك شرطين، لازم يتطبق عليك شرطين. لو انت مثلا سنك اكبر من 18 سنه، وفي نفس الوقت سنك اقل من 30 سنه، ممكن اجي كده هنا هقول له انت للايدج، وهقول لليوزر يدخل لي السن بتاعه. انا عايز اقول له ان الايدج بتاعي ده اكبر من 18، وفي نفس الوقت الايدج دوت اقل من 30. انا عايز اربط ما بين الاتنين دول بحيث ان الشرطين يتنفذوا في نفس الوقت. انا عايزه في الرينج اللي في النص ما بين ده وده. انا بقول و ده و ده، و بالانجلش يعني اند. يبقى انا محتاج هنا ان انا اعمل حاجه يبقى ليها معنى كلمه اند. اند دي بلغه السي بلس بلس بتتكتب بالشكل ده. اند بتتنفذ في مره واحده في الوجود، في حالة ان كل الشروط اللي انا حاططها and is true if all conditions returns true. الحالة الوحيدة اللي ال and هتتنفذ فيها وهتطلع لي الناتج اللي موجود في الاول ده، ان انا كل الشروط اللي انا حاططها ترو. طب وانا ينفع احط اكتر من شرطين؟ ان شاء الله احط 100 200 لغايه 256 شرط، ما عنديش اي مشكله في الموضوع. تمام. طيب نجرب كده نشغل. انا هدخل السن مثلا 30، قال لي فولس. طب قال لي فولس ليه؟ انا قايل له اقل من 30، يعني 30 مش داخله معايا في الرينج. الناس اللي اقل من 30 داخلين معايا، انما 30 نفسها مش معايا في الرينج بتاعي. تمام. طب نشغل تاني كده ونقول له 29 اداني ترو. طب نفرض ان احنا عايزين نعمل حاجة تانية، عايز اقول له حاجة او كذا كذا او كذا. انا عندي شرطين، عايز واحد منهم على الاقل يتنفذ، مش عايز كلهم. مش شرط عندي ان كله يتنفذ، انا عايز على الاقل حاجة واحدة منهم تتنفذ. يبقى كذا او كذا، او دي اللي هي ايه؟ اور. اور دي اختصارها ايه في الكمبيوتر بتاعي؟ اختصار اور بيتكتب بالشكل ده، خطين كده جنب بعض. طب الخطين دول هلاقيهم فين؟ هلاقيهم فوق الانتر مع السلاش. اور ديت از ترو لو واحد او كل شروط صحيحة. وامتى اور ما تتنفذش؟ لو كل الشروط بتاعتي غلط. انما اند لو شرط من الشروط واحد بس ما تنفذش، لو شرط واحد ما تنفذش يحصل لي فيها مشكله. تمام. طيب انا هاجي اقول له هنا يا سيدي لو ايج اقل من 18 اور ايج
أكبر من 30. واعمل لي سي اوت برضو لترو فولس، هاخد كوبي من الجملة عشان ما اكتبش تاني. بس اور طبعا احنا كاتبينها هنا غلط، المفروض اكتبها بالشكل ده. انا قايل له لو السن اقل من 30 او اكبر، سوري، اقل من 18 او اكبر من 30. طيب نجرب كده، هدخل 17، طلعت لي في الاور ايه؟ ترو، لان هو اقل من 18 بس هو مش اكبر من 30، مش مشكله، واحد منهم اتنفذ. تمام. طب نجرب تاني كده، هقول له 20، 20 لا هي اقل من 18 ولا هي اكبر من 30، ففي الاور طلع لي ايه؟ فولس. طب نجرب ران كمان، هدخل له 35، طلع لي في الاور ايه؟ ترو. طب مش اقل من 18 بس اكبر من 30. تمام كده، يبقى كده احنا عرفنا اللوجيكال اوبريتورز، عرفنا الكونديشنال اوبريتور، عرفنا البوليان فاريبل. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.